للحديث أكثر عن تهديدات مبتدا الصدر للمتظاهرين ووضعه شروطا للتظاهرات، ينضم إلينا السيد علي عزيز، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين عبر سكايب من بغداد. أستاذ علي، مرحبا بك. يعني لعلك استمعت إلى تقرير وأيضا والذي جاء على جملة من الأوصاف أطلقها الناشطون على مقتدى الصدر، يعني كيف تصف لنا يعني موقف مقتدى الصدر تجاه ثوار تشرين؟ نعم، مقتدى الصدر منذ اليوم الاول، يعني تيار الصدر في، يعني احكي لك على ساحه التحرير في بغداد، يعني اثبت نفسه انه هو كان حصان طرواده في ساحه التحرير. مقتدى الصدر بعمره ما وقف اي موقف مشرف تجاه العراق بشكل عام، عمره ما وقف اي موقف ببياض وجه مثل ما نقول احنا تجاه المتظاهرين، تجاه الثوار، تجاه المنتفضين، تجاه اي شريحه من شرائح العراق. رجل ما عنده شيء غير يهتم بتياره، يهتم بشخصه، يهتم بجماعته، بربعه. يعني هسه بالريبورتاج احنا سمعنا لما ده يقول قيس الخزعلي هو شريكه اللي كان سابقا اللي هسه هو اصاب اهل الحق. لا، قيس الخزعلي ما كان شريكه، كان تلميذ عنده. تخيل قيس الخزعلي والكعبي والجزائري والياسري ابو الخرساني، هذول كلهم كانوا تلاميذ عنده عند مقتدى الصدر. فانت ما بالك يعني هذول تلاميذه صاروا قتلوا مجرمين لهذه الدرجه الوحشيه. فاذا مقتدى الصدر دائما يحاول انه اي نصر بالعراق، اي ثوره تصير، اي عمل وطني يحاول يجيره إلى شخصيا. انتبه يعني إلى شخصيا باسم مقتدى الصدر، يعني حتى تياره، حتى مقلدين والده، مقلدين ما اعرف ايش، هاي كلها ترى ما يشتريها هو مثل فلسين، ما يشتريهن، يريد يجيرها إلى مقتدى الصدر. خليها بين قوسين. وهذا الكلام طبعا الثوار قالوا بالايام الاولى لما راح للنجف، قالوا له يا مقتدى شو يريدك؟ هذا الشعب ما يريدك. مقتدى الصدر انت شخص مجرم، انت شخص قاتل، انا دا اقول لك اياها باسمي وباسمي الصريح وصوتي وصورتي، انت انسان مجرم. كل العراقيين انت ساهمت بالاجرام بحقهم، سواء من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق، انت انسان ساهمت بذبح العراق منذ العام 2003 ولحد الان، واحنا طالبنا حتى عائلتك وحتى عشيرتك باعلان البراءه منك وتخسر. اذا تفكر انت انه عشائر العراق راح تتبرى من الثوار، انت الانسان الذي يجب ان تتبرى منك عائلتك. استاذ علي، بعد احداث كربلاء الاخيره بالطبع وما رافقها من اعتداء على المتظاهرين السلميين، سارع مقتدى الصدر لمهاجمه المتظاهرين والتحريض عليهم. يعني هذه الأحداث كان منطلقها يعني رفض الثوار الوطنيين أن تتحول مدينة عراقية إلى ساحة لتمجيد إيران وقادتها، يعني ماذا تمثل إيران في هذه الأحداث؟ يعني إهداد نحشي على أحداث كربلاء الأخيرة اللي صارت. نعم. طبعا أحداث كربلاء احنا سبق وأن تحدثنا بهذا الموضوع، احنا نشوف بيوم اللي صار الاعتداء على الثوار في كربلاء، ومباشرة طبعا بعد الاعتداء شلون مقتدى الصدر صار يخاطب وينادي عبر تغريدته وتغريدتين او ثلاث تغريدات لحقها فيما بعد، انه كربلاء اليوم كانوا قوات امن الحشد اكثر شيء، كانت فرقة العباس القتالية واندمجت وياها قوات حكومية كذلك من الشرطة الاتحادية ومن الاستخبارات، وضربوا يعني ادوا ما الحمد لله ما صار عندنا شهداء، بس عندنا جرحى كثيرين كانوا مستعدين، هم شايلين الهروات مالتهم ومستعدين انه يضربون المنتفضين الابطال. هذول الشباب كانوا متجمعين من بغداد، من الفرات الاوسط، من الجنوب لاداء مراسم الزياره. وكذلك التيار الصدري، يعني اتوقع اذا ما اكون ان شاء الله اكون توقعي في محله، كان مساهم وكان لانه يعني حصان طرواده التيار الصدري منذ اول ما يعني صار الانتفاضه، عندنا انتفاضه تشرين ولحد الان هو حصان طرواده، يندس يتخلل بين المتظاهرين، بين الشباب الصغار، بين، ولذلك تشوف انت شلون كانت الاستعدادات تامه. مقتدى الصدر احنا نتهمه، يعني هو المتهم الاول مقتدى الصدر. هذا الشخص الان يشكل خطر حقيقي على العراق برمته، ومقتدى الصدر ان لم يتم اعتقاله وفق مذكره القاء القبض الصادره بحقه بزمن، اتصور بزمن اياد علاوي بال 2003، ان لم يتم تفعيل هاي المذكره ويعتقل ويحاكم، فمقتدى الصدر سوف يشكل خطر على مستقبل ابناء العراق وأجيال العراق. ماذا عن هذه الشروط التي وضعها مقتدى الصدر، يعني 12 شرطا وضعها للتظاهر والتظاهرات؟ بداية يعني لنقف على هذه الشروط، كيف تنظر إليها؟ على أي جهة أن تنفذ هذه الشروط؟ 12 شرط
مع الشرط من شروط مقتضى الصدر، أي إنسان يمسكها بإيده كورقة مكتوبة فليسارع لأقرب دورة مياه ويرميها بها. هذه شروط مقتضى الصدر. طبعا يعني حتى صار والله هذا الرجل يعني صار محط سخرية، يعني شوف صورك عليها كروسات يا مقتدى، صورك نزلوا عليها هاشتاقات انه يشخبطون على الصور مالتك، ده سوها بالأحذية. لا يعني ما تخجل، مو انت مهما تكون ده تحكي ده تخاطب باسم دين، باسم عمامة، باسم جبة، اخجل 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 على 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 شيبة لحيتك، على شيبة شاربك، على شيبة راسك، اخجل. شو يسوون بيك العراقيين بعد اكثر؟ يا اخي انت انسان منبوذ، انسان يعني منبوذ. هل تعتقد ان تطلع الشرط بس بقى سيد علي، بس اسمح لي، بس بقى الشرط الاخير انه خلي يقول ان المتظاهرين خلي يطلعون بالجكسارات مالت الدقروزات، هذا الشرط 13 اللي انصاره كانوا يجون بها ويستقلوها ويقتلون المتظاهرين، بس بقى هذا الشرط ناقصنا من الانتين مقتدى. العشائر رفضت تهديدات وتحريض مقتدى الصدر على الثوار، ويعني منهم من حمله المسؤولية عما يحدث لأبنائهم. هل تعتقد أن هذه الشروط التي أصدرها أو أطلقها يعني جاءت كرد فعل ربما لرفض العشائر للتهديدات؟ مقتدى الصدر بعد أن فشل من شق صفوف المتظاهرين، بعد أن فشل من زرع الفرقة بالمجتمع العراقي، يعني هو ابتدى من الفرد الى الاسره وصولا الى المجتمع، لان هذا دور مقتدى، هو تحطيم المجتمع العراقي، تحطيم الانسان العراقي. فوين اتجه مقتدى؟ راح اتجه نحو العشائر، خاطب العشائر، جاب اوراق انه هذول الشيوخ يتبرعون من الثوار وكذا الى اخره، تبين فيما بعد انه هذه التواقيع اكثرها مزوره. واكتشفت يمكن، وانا شفت طلع امين عام العشائر العربيه صديقي الشيخ ثائر البياتي، وطلع عدد يحكي باسم العشائر العربية، نبذ أساسا نبذ مقتدى، ونبذ كل ما يفكر به مقتدى، وحتى كشفه وعراه هذا يتكلم باسم العشائر العربية. العشائر العربية الأصيلة براء من مقتدى الصدر، مقتدى لديه عقدة النقص، إنسان مريض مصاب بالشيزوفرينيا هذا الشخص. يا أخي هذا الشخص أنا أطالب الحكومة أن تعرضه على طبيب نفساني، هذا إنسان مجرم عنده روح الإجرام، هذا إنسان يريد يحطم المجتمع العراقي. اي شروط يا اخي؟ هاي الشروط لا تناقشوها. شو اي شروط؟ من هو مقتدى؟ من هو مقتدى؟ نعم. احنا شو يعني من هذا الرجل هذا حتى يضع شروط على الثوار؟ مقتدى الصدر من ضمن الناس اللي الثوار تارك عليها، هو وتياره ونوابه بالبرلمان ووزراءه. من هو مقتدى الصدر؟ اكثر انسان مستفاد ونهب وسرق وسلب، هو وجماعته وربعه واعوانه البلد من 2003 لحد اليوم. شكرا لك أستاذ علي عزيز، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.